يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحان الله، الحديث ده عجيب. ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، ارفع إيدك لله عز وجل. شوف الرواية الثانية دي عجيبة، إن أعجبك هذه الرواية فالرواية الأخرى بالنسبة لي أعجب. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا. سبحان الله، سبحان الله. ألا يضع فيهما خيرا، ترفع إيدك لله عز وجل، أهل إدي على الحقيقة، ما ترجعش فاضية، ما تنزلش فاضية. لا 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 لا، ده ربنا عز وجل بيضع فيها ما تشتهي، إما ما دعوت به أنت أو خيرا آخر. يا لا تنزل فارغة أبدا. إن الكريم، لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا